السلام عليكم، معكم عبد الله حميد دوش، رئيس لجنه التاطير والتكوين بمعهد الامير المغربي للاطفال الانطوائيين. حنايا هنايا في النسخه الثانيه ديال الابواب المفتوحه اللي كنديروها باحتفاء باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف عوج ابريل كل سنه. حاولنا نسلطوا الضوء على التشخيص المبكر اللي غادي يكون واحد الرافعه اساسيه باش يكون عندنا تدخل فعال مع اطفال ذوي اضطراب التوحد. الزياره ديال اللي قاموا بها مجموعه المدارس، الهدف ديالها انها التوعيه، انها التحسيس، انها يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الاطفال، مع هذه يزخر بجميع من الانشطه اللي كتهيئ الطفل انه يكون مدمج اجتماعيا، وانه نهيئوه يكون المكان الطبيعي ديالو هو اللي في المدرسه. معكم سوفيا البياضي، مؤطر متخصص معهد الاميره لاله مريم في مجال التوحد. بالنسبه للشغل ديالنا احنا مع الاطفال هنا من داخل معهد الاميره لاله مريم، فاتح الحاصل اننا كنحاولوا نركزوا كما هذا اليوم التحسيسي اللي كيصادف الثاني من ابريل، اليوم العالمي للتوحد. هذا يوم تحسيسي من الدرجه الاولى وابواب مفتوحه اللي كنحاولوا نعرضوا فيها الاعمال ديال الاطفال التوحديين. كنحاولوا نركزوا مع ذاك المراهق على انه يشغل راسه اثناء مثلا وجوده في المركز ولا في البيت بشي حاجه اللي غتنفعه واللي غتزيد به القدام، بحال هذه الاعمال اليدويه وبهذا التحسيس اللي كنقوموا به. وشكرا بزاف.